أردوغان يدعو الدول الإسلامية لبذل الجهود لتخليص سوريا من دوامة الصراع. قائد قسد يطالب النظام باتخاذ قرار الوقوف مع الميليشيا أمام الهجوم التركي المحتمل. الإرهابي بشار يجدد تعيين المجرم كفاح ملحم رئيسا للمخابرات العسكرية. قوات الأسد ترسل تعزيزات عسكرية تتضمن دبابات إلى عين العرب شمال حلب. أعضاء بمجلس التصفيق يطالبون بتحسين المستوى المعيشي وعدالة التقنين الكهربائي. الاحتلال الروسي يسير دوريات على الحدود السورية الأردنية بريف السويداء. الكريملين يقول إن الخلافات التركية الروسية بشأن سوريا يمكن حلها بالحوار. القبض على أفراد من خلية تابعة للأمن العسكري في الباب شرقي حلب. الليرة السورية تواصل تراجعها وتسجل 5625 أمام الدولار. 60 نبضة. أخبار شهر.